بكل تأكيد تغطيتنا مستمرة لفعاليات قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامج صباح الخير يا مصر وعلى شاشة القناة الأولى، متابعين طبعا باستمرار لفعاليات هذه القمة ونشاط سيادة الرئيس الموسع ولقاءات الثنائية كمان اللي بتعقد على هامش مشاركة سيادة الرئيس في أعمال هذه القمة. الحقيقة أنه في اهتمام دولي كبير جدا على كافة المستويات بهذه القمة. هذه القمة هي رقم 18 لقادة مجموعة العشرين واللي بتعقد في مدينة نيودلهي في الهند. طبعا بيشارك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي واللي بتتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. القمة للتباحث حول أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي. الحقيقة أن مشاركة وحضور مصر لاجتماعات التكتلات الاقتصادية الكبرى هي خطوة قوية جدا لجذب الاستثمارات الجديدة وبتفتح الباب لشراكات مهمة بتعزز النمو الاقتصادي لمصر وأفريقيا، خاصة أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيركز خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات اللي بتهم الدول النامية وخصوصا أفريقيا، وده طبعا في إطار تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيبهاد. طبعا بكل تأكيد مشاركة مصر في هذه القمة مشاركة مهمة جدا وفرصة غاية في الأهمية لعرض وجهة النظر المصرية والإفريقية اقتصاديا وسياسيا أمام صانعي القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم. لما نيجي نقول إيه اللي هيعود على مصر من خلال المشاركة في هذه القمة، مصر بكل تأكيد ستستفيد من هذا التجمع الكبير والدول العظمى والاقتصادات الكبيرة الموجودة داخل هذا التجمع، وفي نفس الوقت مصر هتفيد أيضا بعرض وجهة نظرها وعرض إنجازاتها وعرض العديد من التجارب التي خاضتها مصر في الكثير من المجالات. مصر عندها تجارب كتيرة جدا في الإصلاح الاقتصادي، في محاربة الإرهاب، في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. لدينا العديد والعديد من الإنجازات في الكثير من الملفات وخطوات، قطعنا شوط كبير جدا في الكثير من الملفات. مصر أيضا هتعرض هذه وجهة النظر هذه في الكثير من الملفات حتى تستفيد منها أيضا الكثير من الدول المشاركة. ده طبعا بكل تأكيد بيتيح فرصة كبيرة جدا لرفع التبادل التجاري والتعاون الدولي، خصوصا بقى وإن مجموعة العشرين بتعد التكتل الاقتصادي الأقوى عالميا واللي بيضم طبعا الآلاف من الشركات العالمية التي طبعا لها استثمارات كبيرة. كما نتابع الآن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الزعماء لوضع إكليل من الزهور على قبر المهاتما غاندي. طبعا هذا الزعيم الكبير الذي شكل علامة فارقة في تاريخ التاريخ الإنساني بشكل عام بتجسيده لمبادئ وقيم العدل والمساواة والسلام ونبذ العنف ومواقفه الوطنية الشجاعة الحقيقة وانحيازه أيضا غير المشروط لخيار المقاومة السلمية. إذن بنتابع مع حضراتكم في هذا التوقيت في بث مباشر وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة وزعماء العالم إلى قبر المهاتما غاندي لوضع إكليل من الزهور، وليست هذه المرة الأولى، حتى في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير من نفس العام أيضا ذهب ووضع إكليلا من الزهور على قبر المهاتما غاندي. طبعا اليوم في إطار مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة قمة مجموعة العشرين يضع إكليلا من الزهور على قبر هذا الزعيم العظيم الذي شكل علامة فارقة في التاريخ الإنساني وكان دائما ما يدعو إلى قيم العدل والسلام وأيضا المساواة.